المحافظات الساحلية بتشهد حالة من التقلبات في الطقس اشتملت على رياح سريعة وسقوط أمطار متفاوتة على مختلف المناطق. طبعا في مقدمة هذه المحافظات محافظة اسكندرية. عشان كده معانا على التليفون اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية يكلمنا عن الأوضاع. صباح الخير عليك سيادة اللواء. صباح الخير يا استاذ منى، صباح الخير يا دكتور محمد، صباح الخير عليكم جميعا وعلى مصر كلها. يعني فعلا اوضاع يعني لنا نملك الحمد لله سبحانه وتعالى كميات امطار غزيره جدا وبرق ورعد وبرد اللي هو الثلوج. يعني ليله الجمعه دي كانت مستمره طول الليل طول الليل، فعلا يعني امطار مستمره وغزيره على كل انحاء الاسكندريه. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى وكل الاجهزه التنفيذيه كانت مستنفره في المحافظه وتم التعامل مع هذه الامطار. استاذ محمد انا عايز اقول بس لحضراتكم يا دكتور استاذه منى ان احنا يعني النهارده اليوم الرابع عشر، يعني بدايه التمركزات دي ورفع الحاله دي من يوم الاثنين قبل اللي فات، النهارده اليوم الرابع عشر والرجاله بتوع شركه صرف الصحي اسكندريه واقفين في الشارع اكثر من 180 عربيه وبداله 24 ساعه في عز الظروف الجويه والبرد اللي حقارس ده، انما برضه بنحمد الله سبحانه وتعالى ومستمرين في التعامل لحين انتهاء التغيرات المناخيه. هل في نوة يعني نوة محددة احنا خلاص كده موسم النوات قرب ينتهي، ولا احنا برضو يعني في استعدادات للأيام اللي جاية ممكن يتكرر نفس السيناريو ده ونشوف نوات كمان في اسكندرية؟ هو الموسم طبعا المفروض ان هو في طبقا للمرصود عندنا القديم ان هو قرب ينتهي، يعني انما احنا متابعين معاية الأرصاد الجوية هم بصراحة يعني الست لواء هشام طاحون ودكتور أيمن شاكر وكل الزملاء في هيئة الأرصاد متابعينا على مدار ساعة ومدار اليوم ومدار السنة، كل وقت بيحصل فيها تغيرات مناخية بيبعتوا لنا على طول الخرائط وبيبعتوا لنا التوقعات عشان نقدر نتعامل مع أي تغيرات مناخية. أكيد التنسيق بقى بيحصل إزاي غير التواصل عن طريق الخرائط؟ يعني هل في تنسيق بيحصل لأكثر الأماكن أنتوا وقتها بترفعوا الاستعداد فيها، بتوجهوا السيارات شفط المياه مثلا للأماكن اللي هيئة الأرصاد بترصدها، ولا إزاي بيحصل تنسيق؟ هو حضرتك احنا عندنا رصدين اصلا الاماكن اللي هي بيحصل فيها اللي ممكن تجمع ميه مطر في الشتاء، اللي هي طبعا احنا بنتكلم على شبكه صرف صحي بتستقبل معاها ميه الامطار. نعم. فالاماكن اللي فيها كثافه سكانيه عاليه هي دي اللي غالبا بيحصل فيها تجمعات لمياه الامطار، الشبكه فيها صرف صحي موجود فيها قبل الامطار يعني، ولما بتنزل الامطار الشبكه ما بتستوعبش. فاحنا موقفين مجهزين في قبل بدايه الامطار مجهزين في الاماكن دي سيارات او بدالات يصلوا الى 180 سياره وبداله موجودين على مستوى اسكندريه. انما بفضل الله برضه وبدعم كامل من الدوله فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ووزاره الاسكان، يعني ما شاء الله احنا عايزين اقول لحضرتك ان المشاريع اللي اتنفذت في الاسكندريه لفصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي ودول ست مشروعات من المرحله الاولى في فصل مياه الامطار اتوا ثمارهم جدا الحمد لله، ما عادش بيحصل فيهم اي تجمعات لمياه الامطار. وباذن الله نامل ان احنا نكمل ان شاء الله هذه الاستراتيجيه وبالتالي كل اسكندريه هينزل المطر وتتغسل زي ما كنا بنعمل زمان ان شاء الله. طب ايه ابرز الاماكن بالمحافظه اللي شهدت تساقط مياه غزيره، وهل حصل تراكم في بعض الاماكن للمياه ولا على الفور يعني تم التعامل مباشره مع اي تجمعات المياه؟ طبعا يا استاذ احمد لازم نقول ان بقول لحضرتك مع الكميات الكبيره قوي دي كانت على كل اسكندريه يعني كل احياء اسكندريه، انما اكثر الاماكن اللي شهدت يعني غزاره في الامطار كانت المناطق الغربيه من اسكندريه زي حي العمريه وحي العجمي وبرج العرب، وفي الشرق منتزه ثاني ومنتزه اول، وفي وسط برضو وسط والجمرك وغرب. بقول لحضرتك معظم الاحياء كان عليها، انما حصل بعض التجمعات فعلا على بعض الطرق زي الطريق الصحراوي زي الطريق الساحلي، حصل بعض التجمعات في شرق اسكندريه على المعمور السياحي والطرق اللي بديله ليه، انما الحمد لله تم التعامل على طول يعني ما حصلش اعاقه كامله للمرور، حصل بعض التعطل شويه يعني تاخير الحركه المروريه شويه، سرعه السيارات قلت خالص لان الميه برضو بقت بقول لحضرتك استمرار امطار غزيره لمده تزيد عن ثلاث ساعات تزيد عن ثلاث ساعات بامطار غزيره ومستمره. اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه بالإسكندرية بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك.